السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو تاع اليوم راح يكون الجزء الخامس من لا بيولوجي فيجيتال. هذا التلخيص راه مهم بزاف، يعني لازم تشوفوا هاد لا فيديو باش تفهموا هاد لو تابلو اللي يلخص لي ديفيرون تيب دو تيسو بريمير. يعني كامل لي تيسو تقريبا شابيتر ونص هكذاك، ولا تقريبا 13 ورقة حاولت انني نلخصها في هاد الجدول. لازم تشوفوه ولازم تكتبوا منه وباش يساعدكم من بعد في الحفظ، لانه الجدول ساهل بزاف. قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ينزل في القناه، وبارطاجوا هاد لا فيديو لو ماكسيموم باش يوصل الكامل اصدقائكم. وخليونا نبداو. اول حاجه نقول لكم هذا راهو طابلو. اش معناتها طابلو؟ معناتها جدول. يعني الناس اللي يحبوا يعرفوا عربيه مع الفرنسي، هذا راهو جدول تاع لي ديفيرون تيب دو تيسو بريمير. اول حاجه لازم نعرفوا لي تيب دو تيسو بريمير قبل، ومن بعد ندخلوا في ديتاي. هما خمسه لي تيب، اوكي. اول واحد هو البارونشيم، تيسو دو بارونشيم، دو ريفيتمون، كوندكتور تيسو كونديكتور. فيه زوج، فيه الكزيلام وفيه الفلوام، هادو اللي راح نديروهم في لو تي بي. ابخي تيسو دو سوتيان، اون بعدا لو تيسي دو سيكريسيون. هادو راح نشرحوهم ايتاب باغ ايتاب. في واش؟ في النوع تاع التيسو، في لي تيب دو سيلول، في لا فورم تاع لا سيلول، في لا باغوا تاع لا سيلول، او في لا لوكاليزاسيون، سما وين ايجو. اوكي، نبداو دروكا نشرحو حبه حبه، واللي ما تفهموهاش خليوها لي تعليق اسفل الفيديو ونحاول انني نجاوبكم. اول حاجه نبداو بلو تيسو بارونشيم، اللي هو سي هاد لو تيسو بارونشيم، هو تيسو فوندامونتال. ايل سون لو سياج دو توت لي فونكسيون. واش معناتها هاد لو بارونشيم؟ هو نسيج اساسي اللي يكون محيط بكامل فوالا، محيط بكامل لي فونكسيون، سما يكون اساسي في كامل لي فونكسيون. لو تيب دو تيسو نتاعو في البارونشيم كاين كلورونشيم، كاين بارونشيم دو ريزيرف، وكاين بارونشيم دو اكويفير. اوكي، لي تيب دو سيلول يكونوا كيف كيف. هاد لي تخوا تيب تاع تيسو يكونوا دي سيلول فيفانت، معناتها يكونوا خلايا حيه. في لو فورم دي سيلول تاعهم يكونوا ايزودياميتريك. انا ديجا شرحناها في الفيديو تاع المصطلحات، اللي ما شافوش راح نخلي لكم هنايا باش تشوفوه. الشكل تاعهم يكون ايزودياميتريك ويكون الونجي. واش معناتها ايزودياميتريك؟ معناتها متوازي ولا متساوي الاقطاب، مع الونجي يكون طويل. ابخي البارونشيم، هذا لو تيسو تاع البارونشيم، لا باغوا نتاعو تكون باغوا بو ديفيرونسي، معناها شويه ديفيرونسي. فوالا، في لوكاليزاسيون تاعهم كل واحد عنده لوكاليزاسيون، سما هاد لي تخوا راهم يجمعوا كامل لو تيسو بارونشيم. اما في لوكاليزاسيون كل نوع من تيسو عنده لوكاليزاسيون خاصه به، سما لي لوكاليزاسيون تاعهم مختلفه ماشي كيف كيف. لا كلورونشيم يكون انتيريور دي فوي، معناها يكون داخل في لا فوي، في الورقه. بارونشيم دو ريزيرف، واش معناتها بارونشيم دو ريزيرف؟ البارونشيم اللي يكون بارونشيم دو ريزيرف، يعني بارونشيم اللي يكون يا ربي اللي يكون داخله المحتوى. البارونشيم هذا دو ريزيرف يكون في لي غاسين، يكون في لي غاسين، لا لوكاليزاسيون تاعو تكون في الجذور. اون بعد بارونشيم دو اكيفير يكون في لي بلانت سوكسيلونت، معناها يكون في النباتات. قلنا يكون في لي بلانت سوكولانت. واش معناتها لي بلانت سوكولانت؟ هي نباتات اللي عندها عصارات، ولا جينيرالمون لي بلانت سوكولانت هما لي بلانت اللي يكون عندهم رائحه. اوكي، واكوفير هي البارونشيم اللي يكون جوفي ولا يكون داخلي. نفوتو لا دوزيام، لا دوزيام تيسو اللي هو لي تيسو دو روفيتمون. الي ايزولي لي بارونشيم دو ميليو اكستيريور. واش معناتها ايزولون؟ معناها يعزل لي بارونشيم تاع الميليو اكستيريور، معناها تاع الوسط، تاع الوسط الخارجي. كاين دو تيب دو تيسو، كاين ايبيديرم وكاين ريزوديرم.
هادو لي دو عندهم نفس لو تيب دو سيلول. ديما رانا نقراو هنا مع هاد الاساس لو تيب دو سيلول تاعهم في زوج فيفونت و بو ديفيرونسي معناها خلايا حيه بو ديفيرونسي معناها شويه متميزه ماشي متميزه كليا. ابخي لا فورم دي سيلول دو سيلول كل وحده عندها فورم ليبيديرم لا فورم تاع سيلول تاعو ان سول انسيز. اما لي ريزو ديرم واش يكونوا يكونوا عندهم لا فورم تاعهم بوالي و ابسوربان. واش معناتها هنا كي نجيو نشرحوا ايبيديرم. ليبيديرم هي البشره اللي تكون من تحت الجلد تسمى الطبقه اللي من تحت الجلد هي ليبيديرم. الريزو ديرم هي اللي تكون اقطاب ولا اسمها لو تيب دو بو يكون فيها الاقطاب هي اللي يكون فيها لي بوال وتكون ابسوربان. واش معناتها تكون فيها الشعيرات وتكون هذيك الشعيرات قادره انها تمتص. اوكي ليبيديرم لا باغوا نتاعو تكون باغوا ايبيس وتكون لا باغوا نتاعو اكسترن باردون تكون ايبيس. الجدار الخارجي نتاعو يكون يكون خشن ولا غليظ. اما لي ريزو ديرم لا باغوا نتاعهم تكون باغوا مينس ولا رقيقه. ليبيديرم يكونوا اسمها لا لوكاليزاسيون تاعهم ولا التمركز نتاعهم يكون في لي زورغان ايارين. هنا كي نقولوا في لي زورغان ايريان واش معناتها ليبيديرم هنايا يكون في الطبقه اللي تكون برا اسمها ما تكونش لتحت. تما الا قلنا اتو ان بو هاد لا فوي باش نوضح لكم ايريان ولا غاسينير. هنا هاد لو كوتي هو اللي يفصل هاد لا فوتو راني ديجا شرحته في لي فيديو اللي فاتوا. الا تحبوا نخليوكم هنايا وشوفوه. كي نقولوا ليبيديرم ليبيديرم راه يكون في هاد لا بارتي. اما لي ريزو ديرم يكونوا هنا يكونوا في البارتي اللي فيها باردون باش تبان لكم مليح في لا بارتي اللي يكون فيها الغاسين. ريزو ديرم هنايا وتفصل ما بيناتهم هذه الطبقه تاع التربه. ابري من فوقها يكون كاين ليبي دير. اوكي هنا انا ديجا شرحناها. وانما قلنا لي بيديرم يكون من برا في لي زورغان اللي يكونوا برا اسمها في الفلوتيج وفي لا فلور وفي لا بلونت جينيرالمون. في الريزو ديرم نو يكون في لا غاسين بصح وين في النباتات اللي يكون ولا في الاساس صنوبري في البلاصه اللي تكون شويه صلبه كيما لا غاسين. اوكي معناها الا كان جزء من الساق يكون صلب نقدروا نلقاو فيه الغيزو ديرم بصح حاله شغل استثنائيه برك. نروحوا هنايا لي تيسو كوندكتور اللي نبداو بهم في الكزيلام. اوكي وابخي نديرو بارتي دوزيام في لا فيديو واحده اخرى الا جات هذه طويله. هنا عندنا في لو تيسو كوندكتور هنا راهي باينه voilà. Le xylem il compte assurer la circulation de la sève brute. Ou ch'ma'nta. Hna ykoun mas'oul 'ala ou la ynazzam la circulation de d'dawra nta le sève brute nta nsgh el kham ou la voilà, nqoulou le nsgh kham. Li houa la sève brute. OK? Fiha normalement deux. قلنا هنا فيها لو غزيلام اللي قلنا راه ملي اسوري لا سيركولاسيون دو لا سيف بروت. اوكي هنا فيه لا تراشي تراشي دي فيسو وهنا فيه تراشيد. اوكي ولا ثوازيام هي تاع التيسو اللي راح نشرحوها ومن بعد فلا تراشي دي فيسو عندهم كيف كيف سيلول مور ان فان دو ديفيرونسياسيون. هنا كي تكمل التمايز نتاعها ديراكتومون لا سيلول تموت عند لا تراشي فيسو وعند لا تراشيد عند لو غزيلام في لو تيسو كوندكتور. اوكي ابري هنا عندنا لا بارتي اللي لازم تركزوا فيها اللي هي la forme de la cellule عند la trachée vaisseau. Un vaisseau est constitué des cellules. هاد لا فيس هاد لي فيسو الاوعية تتكون ولا تتشكل من دي سيلول كورت ديسبوزي سما تكون صغيرة وتكون ديسبوزي فوق بعضها بو ابو اي باراليل اونتر ال وتكون متوازية لبعضها البعض. اوكي هنا قلنا تكون صغيرة تكون متواضعة على بعضها وتكون في شكل متوازي ما بيناتهم ما بيناتهم يكون شكل متوازي. اما عند لا تراشيد شاك تراشيد اي كونستيتيي دو سيلول الونجي ها
انا راه كاين فرق ما بيناتهم. لو كان هنا يقول لك في لو تيسو كوندكتور في لو كزيلام عندنا دو تراشي دو فيسو و تراشيت, واش هو الفرق ما بيناتهم؟ قولوا له هذه راهي كورت ديسبوزي و تكون باراليل انتر ال. اما في لا تراشيت نو, تكون الونجي لي سيلول تاعها يكون الونجي ويكونوا باراليل. واش معناتها؟ قلنا بليك تكون الونجي باراليل معناها تكون متوازيه, و لي زيكستريميتي نتاعها النهايه تاعها يكونوا اون بيزو معناها يكونوا شغل محفين لهذوك الحواف, يكونوا مشطبين ولا مضربين. نحطها لكم هنايا في فوتو باش تفهموها. اي لا باغوا, ايه فوالا لا باغوا هنايا نشوفوا عند تراشي فيسو وعند لي تراشيت. هنا عند لي تراشي فيسو تكون باغوا بريمير, تكون اوليه, تكون ريجيد معناها جامده. لا سيكوندير اي كونستيتوي دي زانو سبيرال, واش معناتها؟ تكون فوالا لا باغوا نتاعها الجدار الخارجي, الجدار تاعها بريمير اولي يكون صلب, اما الجدار سيكوندير ثانوي يكون يتكون دي زانو سبيرال معناها يكون يتكون من شكل حلزوني, تسمى الجدار تاعو يكون حلزوني نوعا ما. فوالا وفي لي كوتي نشوفو جوغ انحناءات ولا انثناءات. اما لا تراشيت لا باغوا تاعو ريجيد مي بو ايبيس, لا باغوا تاعو خشينه مو صلبه وخشينه. اما لا باغوا سيكوندير كونستيتي دي زانو اي دي سبيرال. فوالا سما كيف كيف ما بيناتهمش اختلاف بزاف. فوالا كيف كيف سما لا باغوا بريمير تاعهم تكون ريجيد, واما هذه تكون ان بو ايباس. نديرها لكم بان كولوراسيون واحده اخرى. هنا الاختلاف ما بين لا تراشي فيسو ولا لا تراشيت انه هذه لا باغوا تاعها بريمير ريجيد ولا سيكوندير تاعها سبيرال. اوكي اما هنايا لا باغوا تاعها ريجيد بصح شويه ايباس, سما هذه شويه غليظه على هذه. اوكي لا لوكاليزاسيون نتاعهم تاع لي تراشي ولا تراشيت لي دو يكون لا لوكاليزاسيون نتاعهم بروفوند معناها يكونوا في العمق. اوكي نفوتو دروك لا تخوازيام تيب لي هو لو كزيلام. عنده هنايا هنا راني عاودت لكم تيسو, عاودت لكم تيب دو سيلول, عاودت لكم لا فورم دي سيلول, عاودت لكم لا باغوا دو سيلول, عاودت لكم لا لوكاليزاسيون باش هنا نكتب لكم هنا الموقع باش هنايا ما تستلفلكمش مع الفيديو مع لا بارتي اللي فاتت. نشوفوا الكزيلام تاع التيسو برودكتور, عنده دي تيوب كريبلي وعنده دي تيوب كومبان. اوكي لو تيب تو سيلول تاعهم يكونوا فيفون, فيزيولوجي يكونوا فيفون, بصح هذا ما يكونش عنده نوايو, ما تكونش ديفيرونسيي, شما النواة تاعو ماشي متميزة. اما هذا فيفون وما هدرناش على النوايو نتاعو دو تو. اوكي اما لا فورم دو سيلول يكونوا في زوج. هنا راني درت هذا الخط, يكونوا في زوج سيلول الونجي دون لي سون دون لي سونس لونجيتودينال, يكونوا طوال في في لابارتي لونجيتودينال, او باروا اوبليك بلاسي بابو بو ابو باغون. هنا لي سيلول تاعهم يكونوا طوال, يكونوا في لابارتي لونجيتودينال, ولا باغوا تاعهم تكون اوبليك. اوكي في لي دو. اما لا باغوا دو سيلول تكون ايباس فوالا, وهنايا تكون سيلولوزيك نون كليبري كريبلي باغون نون كريبلي. اما سما عكسها كون كومبان معناها عكسها. هنا ايباس لا سيلول تاعو لا باغوا تاعو كومبيكتو سيلولوزيك, اما هذه سيلولوزيك قيدو سون اوبليك دي دو بور معناها تكون كريبلي دو بور معناها تكون عندها ثقوب, اما هذه نون كريبلي معناها ما عندهاش. اوكي لا لوكاليزاسيون تاعهم في لي دو يكونوا بروفوند. اوكي ونكونوا بهذا وصلنا لنهايه لا فيديو, نتمنى يا ربي نكون افدتكم ولو بجزء قليل. اذا عجبتكم لا فيديو هذه بارطاجوها مع اصدقائكم, وما تنساوش تخليوا لي جيم كبيره وخليوا لي تعليق اذا عندكم اي سؤال او اي اقتراح بخصوص لي بروشان فيديو.